تاكسي تاكسي تاكسي. وين طريقك ابوي؟ سيف الدور على عظمية. اطلع ابنك ويطلع. شاري طرب هديك الحسبة ما بدي اياهم، بدي اياهم خليهم جنبي. لك لازم المسؤول خلفيته على الكرسي وعينيه على الشعب. ليش انت مين اخذ رايك اصلا؟ لحمو. طب انا من وين بدي اجيب خبرات سابقة اذا ما حدا وظفني بدون خبرة سابقة؟ ايه نزلني على اليمين اخوي. ايه هون عندك على الاشارة. ايه هون عندك اذا بتريد. ايه بالله تنزلنا عندك على اليمين. يلا هات ايدها مشان السيارات. تاكسي يلا اطلع. لا لا اشو ما اشو ما، اليوم دوام اليوم دوام. طلعوا لك يا الله. سلام عليكم. وعليكم خليك محطوط على الصامت ولا ولا حرف لاخر الطريق. وين راي ابوي؟ وين اوصلك؟ خيو ابن عمي شايف هذا الطريق، خليك ساوي وانا بقول لك بدل لك شلون. قول يا رب. يا الله يا رب يا رب. يا سلام، كنا ياخذوا الصغير على المدرسة؟ ايه والله يا حجي، بلشت بقى المدارس على خود وجيب، بتعرف يعني. لك طب حطوا بشي سيارة مع طلاب ياخذوا ويجيبوا كل يوم لك ابن اخوي، والله اريح لك، لسه نازل طالع. لا حجيش ده الحق لا الحق، كنت عم باخذه بالسرفيس، بقى هيك اليوم تأخرنا شوي بالفئة، وعم بعدين رحنا بتاكسي. لك طب ابن اخوي حط لك يا بشي مدرسة قريبة؟ والله خطيت تشندل انت وياه وتتشنطط كل يوم على روح وتعا، وخلص الدوام ورجع خده ورجع ودي مش عرفني. لك حجي والله وكيلك، الله وكيلك، فتر راسي فتر راسي لحتى لقينا مدرسة منيحة وكويسة واساتذة مناح مشان هالافندي. اه ونام. قوم ولا طول بالك عليه. ما بدك تفهم دروسك، عيفني شوي. طول بالك عليه. ايه والله يا ابن اخوي صاروا اساتذة هالمدارس مدري شلون، نصهم بروحوا بس ليطقوا حنك مع رفقاتهم. لك ليش جينا كل ما عم تراجع لورا؟ هذا اول حكي. الله وكيلك صاروا الانسات بروحوا على المدرسه تقول رايحين على الكافيتيريا، بيعملوا لك صباحيه نسوان بالممرات وتبوله وش عرفني، وهالطلاب فلتانه بصفوفهم. اي والله خيو بيدخلوا لك على الساعه على هالصفوف ليدرسوا الطلاب، بيعطوهم الدرس هيك من قفا كيفهم. خيو ما بدها قرايه وكسر الهاء قرايه بقروا الدرس. اي والله قرايه. لك بعد هذا ابن اخوي هذا كله لعبه. لعبه ابو سوحك تدخل على المفروض هذا. اي الله هاي كلها لعبه انسات واساتذه الله وكيلك. تماما صح صح خيو، بس شلون يعني لعبه؟ ما فهمت علي. يعني المدارس عنا فيها كلها خريجين ومثقفين ومناح. إيه؟ وشهاداتهم تعبي الحيطان. ايوه بس ما بيعطوا من قلبهم مشان تضطر تروح تسجل عندهم دوره خصوصي. لا حجي الاستاذ نفسه هو بتشوفه بالمدرسه عم يعطي وبيمشي، ولا سائل اذا الطالب فهم ولا ما فهم. اما بالمعهد بتشوفه استاذ الخصوصي عم شكلس الطالب وبزوزه بس تفهم. إلك لك ابن اخوي إلك عم ياخذوا بالمعاهد هذيك الحسبه ما احلاهن وما يعطوه مثل العالم والخلق. ايه الله وكيلك كان تدريسنا ينضرب فيه المثل، وين ما رحتها وين ما رحت بحكوا على تدريسنا. صح بس من لما طلعوا لك بوصة دروس الخصوصي يا حف ويا أسف بس. إيه صار شيء يا لطيف. إيه وحق الله صدقت ما ريحه غير على ما معه، إن شاء الله عمرينه ما يفهم. لا خيو بس طال الله، والله في مدارس حكومية لساتها منيحة وسادستها، ما بس همهم يعبوا هالجيبة، همهم يبنوا الطالب. صح صح صح. شلون لك لك ابن أخوين خليت خربت خليت خربت. أبوسك خيو من بعد إيه. أمرك شوف هاي المدرسة. ايه تفضل. لا قدام قدام شوي معلش. ايه ايوه هون هون ابوسك. ايه تفضل. يا الله خيو شو بتأمر روحي؟ 250 ورقة الله يرزقك. خود اي 300 معك شي 50؟ لك يضل 50 بهالبلد. وين 50 اللي اعطيتك يا صحو؟ لا وين؟ لا خلص وين؟ عيب اجيب لك 50 انا عيب. لك عيب اخي خلص 200 ليرة خلص الله يرزقك. هي 100 الله يرزقك خلص. الله هي صحتي. انت ليش قليل؟ لك انا فقدت لي قلبي. بالسلامة. عمالك عمالك على الباب. لك عمالك على الباب. تفضل افندي انزل انزل. تاكسي 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 تاكسي. وين طريقك ابوي؟ سيف الدور على عظمية. اطلع ابنك ويطلع. شاري طرب هديك الحسبة ما بدي اياهم، بدي اياهم خليهم جنبي. لك لازم المسؤول خلفيته على الكرسي وعينيه على الشعب. ليش انت مين اخذ رايك اصلا؟ لحمو. طب انا من وين بدي اجيب خبرات سابقة إذا ما حدا وظفني بدون خبرة سابقة؟ ايه نزلني على اليمين أخوي. ايه هون عندك على الإشارة. ايه هون عندك إذا بتريد. ايه بالله تنزلنا عندك على اليمين.